ليس للرجال بلاد، فمن كانت منهم فيه الفائدة فالبلاد كلها بلاده، وما سكنه منها فهو وطنه، ومن لم تكن فيه فلا ينفعه توطن أشرفها. الشيخ ماء العينين. في الكون رجال خلقهم الله من أجل رسالات سامية، رسالات سطرت صفحاتها بمداد من النبل والعطاء. رحلوا عن أوطانهم، عن ذويهم، عن مجد آبائهم، عن كل شيء يراودهم. مروا من هنا حيث مرت عديد القوافل المحملة بأرقى أصناف العلوم، حيث خطت أقلامهم وخطت أقدامهم، ومن هنا حيث شدت أحاسيسهم لتكمل شد رحالهم إلى بيت الله العتيق، من به الكون أضاء واستضاء، وحيث نور من أنوار المصطفى، من كان مبعوثا ولا زال رحمة من السماء. الشيخ ماء العينين، رسالة فكر وجهاد.